بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله عز وجل الصلاح كله في اتباع شرعه، وجعل الإصلاح إرادة أنبيائه ورسله وعباده الصالحين يريدون إصلاح الأرض بنشر دين الله عز وجل فيها، وبإقامة العدل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى دون ما توهمه الناس من أنواع المصالح التي ألغاها الشرع لما تتضمنه من المفاسد في طياتها. فإن الناس قد يتوهمون أنواعا من المصالح ألغى الشرع اعتبارها ولم يلق لها بالا لما تتضمنه من المفاسد. لذلك لا يجوز لأحد أن يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى بزعم أنه يرى المصلحة في خلافه. إنك إن توهمت مصلحة في خلاف شرع الله سبحانه وتعالى فتأكد أن فيها مفسدة، فإن الرسل ما جاءوا إلا بالإصلاح. قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأنواع المصالح، فالمصالح نوعان: نوع اعتبره الشرع بنصوص مباشرة أو بالقياس عليها أو بالإشارة إليها إلى جنسها، وإن لم يشر إلى نوعها، وهي التي يسميها العلماء أو بعضهم المصالح المرسلة. ونوع آخر ألغاه الشرع لما يتضمنه من المفاسد، كمصلحة الأرباح الناتجة عن المحرمات. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ومن هنا كان بداية تشريع تحريم الخمر بهذه الأدلة، ومن فقه عن الله سبحانه وتعالى علم أنه لا بد في الشرع الكامل المستمر الباقي إلى يوم القيامة أن تحرم الخمر. كانت الخمر عادة من عادات العرب وغيرهم في الجاهلية، ولم تزل عادة معظم الشعوب، إذ الشعوب تعيش في ضنك وشقاء وعنت ببعدهم عن الله سبحانه وتعالى، فيريدون غيبوبة العقل في الأوهام والأحلام، فيشربون المسكر، ويترتب على ذلك نوع من السعادة زائف، مثل سعادة ولذة الذي يحك جلده من الجرب فيجد لذة في ذلك وهو يمزق جلده. فكذلك الذي يشرب المسكر والمخدر فإنه يذهب عقله ليعيش في الوهم والأحلام الكاذبة، وهو يدمر قلبه وبدنه وماله وأسرته ومجتمعه كما هو معلوم. وإن نظرت إلى أنواع الأموال التي تنفق على المخدرات والخمور لوجدتها مليارات وآلاف المليارات
في السنة الواحدة في أرجاء العالم، وربما لا تقوم حياة بعض الناس إلا بذلك، لأنها حياة فاسدة عدمها خير منها، والعياذ بالله من ذلك. ومع وجود هذه المنافع الموهومة حرم الله عز وجل الخمر وحرم الميسر، فالميسر قد يكتسب بعض الناس به أموالا طائلة في لحظة خاطفة، كأوراق اليناصيب وأنواع السحب المختلف الذي يجرى على كثير من البضائع لترويجها لكي يقبل الناس على شرائها، فيشترون احتمال المكسب كما يشترون بالأوراق التي لا قيمة لها احتمال المكسب كذلك. فهذه الأنواع من الميسر قد يترتب عليها أنواع من المنافع الموهومة والمصالح المزعومة، والله عز وجل جعل الإثم فيها أكبر وإثمهما أكبر من نفعهما، لأنها في حقيقة الأمر ظلم وعدوان، ولأنها تدمر مصلحة الإنسان. فهذه الخمر تدمر العقول والقلوب، وتدمر الأسرة والمجتمع، وتدمر الاقتصاد في الحقيقة، وإن ظن الناس أن فيها منافع مادية. وأما الميسر فهو ظلم دين، لأن الإنسان يترتب على لحظة حظ كما يقولون، إما أن يفقد ماله، وإما أن يكتسب الملايين أو الآلاف، أو حتى يكتسب جنيها واحدا زائدا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولذا كان كل بيع فيه مخاطرة ومقامرة، ثمار وميسر محرم، بل سد الشرع ذريعة الميسر للمقامرة بمنع الألعاب التي تؤدي وتعود الناس على ذلك ليفطموا عنها. ولذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم النرد وما شابهه من الألعاب، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وقال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. والنرد هو الزهر الكعب المكعب الموسوم المعلم من جهاته الست، ومثله الدمن والكتشين وغيرها، بلا نزاع معتبر بين أهل العلم المعتبرين. وإنما يجادل في بعض هذه الألعاب من لا يفقه، فهي محرمة حتى ولو لم تكن على قمار، سدا لذريعة الميسر. ولذا كان من أهل العلم من يسمي هذا النرد ميسر العجم أو غير ذلك من أسماء. وكذا الشطرنج عند جمهورهم منع من هذه المسابقات والألعاب، لأنها تعود الإنسان على الكسب من مخاطرة، وسواء ما كان منها مبنيا على أمور عقلية أو على ضربة حظ كما يقولون. وذلك أن المخاطرة موجودة، فكم من لاعب جيد يحسن الخطط ومع ذلك يفقد تركيزه في لحظة فيخسر ما يلعب عليه. لما كان الخمر والميسر من المفاسد العظيمة التي تؤدي إلى الظلم حرمها الشرع، وآل الأمر في نهاية الأمر إلى تحريمها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حرمه الله سبحانه وتعالى، وحرم المكاسب النافذة من ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فليس فقط تناول هذه الأشياء محرم، بل بيعها كذلك. فلا يجوز لمسلم أن يبيع خمرا ولا خنزيرا، ومعلوم أنه لن يبيعه لمسلم، لأن المسلمين لا يأكلون ولا يشربون الخمر كذلك، ومعلوم أن ذلك إنما سيكون في الجزء الأكبر مع الكفار. ومع ذلك حرم الله ورسوله ذلك. وقد أجمع العلماء على تحريم هذه البيوع، حتى من قال لأن العقد قد يصح في بعض الأماكن إلا أنه يقول بالتحريم، وقد أخطأ من ظن اقتران الصحة بالجواز. فهناك عقود محرمة وإن كانت نافذة، مثل البيع وقت الجمعة فإنه صحيح محرم، بمعنى أن من باع بعد النداء الأول بعد الأذان
الذي يكون بين يدي الامام يوم الجمعة، فقد انتقل الملك من البائع الى المشتري، وانتقل ملك الثمن، ولا يؤمران برد البيع عند جمهور العلماء، ولكن كل منهما قد اثم وعليه ان يتوب الى الله عز وجل. والصحيح ان بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام بيع محرم وبيع باطل، بمعنى انه لا ثمن لهذه الاشياء، ومن تاجر فيها فانه لا يستحق مالا ولا يستحق ثمنا لبضاعته، لان هذه فيها من المفاسد ما لا يعلمه الا الله، فلا قيمة لها في الشرع. والمنفعة المتضمنة للاثم الاعظم والمفسدة الاعظم منفعة لاغية ومصلحة موهومة وفائدة مزعومة تضر ولا تنفع. ولذا كان على تاجر المخدرات مثلا وتاجر البيرة وتاجر الخمر أن لا ينتفع بشيء من ثمن هذه الأشياء، بل ينفقها كلها إن عجز عن ردها إلى من باع منهم، ينفقها في مصالح المسلمين. وكذا بيع الخنزير، ولو باعه لكافر فإنه أمر محرم منذ أنزل الله عز وجل التوراة، بل ربما قبل ذلك، والخنزير محرم عند اليهود، وإنما استحله رهبان النصارى في مجاميعهم، ولكنه محرم في شرع الله سبحانه وتعالى ولم يزل محرما، وبيعه لا يجوز بحال من الأحوال، وثمنه حرام، وآكل ثمنه آكل للمال بالباطل. وكذا بيع التماثيل الأصنام، فالتجارة فيها سواء كانت أثرية أو غير أثرية، وسواء كانت مجسمة أو مرسومة على الأوراق أو على الحوائط، كل ذلك ثمن محرم وبيع باطل، لا يجوز للإنسان أن يكتسبه ولا يجوز أن ينتفع بشيء من هذا المال، بل ينفق هذا المال في مصالح المسلمين إن لم يمكن أن يرد إلى من اشترى منه، إلى من باع إلى من باعه له، لأن البيع غير منعقد، بيع باطل لا بد أن يرد، بخلاف من باع عنبا لمن يتخذه خمرا، فإنه يؤمر صاحب العنب بالتوبة إلى الله عز وجل وأن ينتفع بثمنه، والذي اشترى العنب ينهى عن صنعه خمرا، ويقال له انتفع بهذا الذي اشتريت، كله أو اجعله زبيبا أو نحو ذلك. فهذا الفرق بين البيع المحرم الصحيح والبيع المحرم الباطل الذي لم ينتقل فيه الملك ولا يستحق الثمن، وكل ما كان من محرم لذاته فلا ثمن له ولا ينتفع بشيء من الثمن، بل يرد إلى الذي أخذ منه، وذلك أن العقد باطل ابتداء، مثل بيع السجائر فإنها محرمة وبيعها محرم ولا ثمن لها، ولا يجوز أن ينتفع من باع السجائر بثمنها، بل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا من استأجر رجلا على بيع محرم فكذلك لا حق له في تلك الأجرة، طالما أنه يعلم ذلك، فإن هذه الأجرة أجرة محرمة والعياذ بالله، مثل بيع الميتة، مثل من يستأجر آخر على بيع الميتة أو الخنزير أو على سقي الخمر أو شربها والعياذ بالله. وكذلك كل نوع من أنواع الاكتساب من المحرمات، كمهر البغي وحلوان الكاهن، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن، أي ما يأخذه الذي يدعي معرفة الغيب على إخباره بهذه المغيبات، فربما وافق الصواب أحيانا فيعطى حلوانا، يعطى ثمنا، يعطى أجرة على تكهنه، كمن يكتبون حظك اليوم ويأخذون أجرة على ذلك، وكالمنجمين الذين يذهب الناس إليهم ليعرفوا طالعهم، أو كالذي يفتح المندل ليعرف مكان الشيء المسروق ويأخذ أجرة على ذلك، وكالذي يذهبون إليه ليعرف مكان الكنز أو نحو هذا، مما يصنعه الدجالون والكذابون والمجرمون، ولو وافقوا على ذلك أحيانا الصواب ووقع الأمر على ما يقولون فلا حق لهم في هذا الحلوان. وكذا مهر البغي، وكل فعل محرم من جنس الفواحش،
إذا أخذت الأجرة عليه لم يكن هذا عقدا صحيحا، ولا عبرة بهذه المصالح الموهومة والمكاسب المزعومة. فمن كانت تستأجر على الرقص مثلا أو كشف عورتها وتصويرها في أوضاع مخزية كأنواع التمثيل والأفلام وغيرها، لا حق لهم في هذه الأجرة، والأجرة التي يأخذونها باطلة ومحرمة في نفس الوقت. وذلك أن الشرع أبطل هذه المصالح ولم يعتبرها، وكذلك كل ما كان محرما لذاته فإنه لا يجوز أن يؤخذ أجرة عليه، لا بيعا ولا إجارة. وأما ما يعين على ذلك مع إمكان استغلال الجهد أو الوقت أو المكان في ما يباح، فإنه وإن كان آثما إلا أنه ينتفع بماله. فمن أجر دكانه مثلا أو محله لرجل يعلم أنه سوف يعصي الله فيه، كمن يؤجره مكانا يشرب فيه الدخان ويلعب فيه النرد والشطرنج ونحو ذلك من المعاصي والمنكرات، فهو قد أجر له مكانا يمكن أن ينتفع فيه، ينتفع به في حلال، ويمكن أن يفعل به فيه حراما، فهذا يستحق أجرة المكان، وإن كان آثما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعلى الآخر أن يتوب إلى الله ولا يستعمله في الحرام. أما ما كان من محرم لذاته فلا أجرة عليه ولا ثمن له، لأن الشرع أبطل هذه المصالح. ولذا يحصل من أنواع المفاسد، من أنواع المكاسب المحرمة والإجارات المحرمة، وما نهى الله عز وجل عنه يحصل فيها، يحصل من ورائها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. فلا يجوز لأحد أن يقول مصالح الناس لا تسير مصالحهم إلا بذلك، كمن يقول أن الناس مصالحهم لا تتم إلا بالربا، وكمن يقول أن مصالح الناس لا تتم إلا بممارسة المحرمات والتجارة فيها والإجارة عليها والمعاونة عليها. ومنهم من يقول لا يصلح أمر الناس إلا بالظلم والطغيان والعدوان، وأنهم لا يمكن أن ينصرحوا على شرع الله، كما أرسل بعض أمراء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه إليه بعد أن أصبح عمر هو الخليفة، وقد تعود الناس على أنواع من السياسات والظلم وأخذ الناس بمجرد التهمة ومعاقبتهم عليها دون البينة ودون ثبوت الأمر شرعا، فقال إن الناس قبلنا لا يصلحهم البينة، لا يصلحهم البينة والشرع، بمعنى أن أقامة الشرع فيهم سوف يترتب عليها ضياع حقوق الناس لكثرة فساد الذمم. فقال وأنه لا بد من سياسة وأخذ بالتهم، فأرسل له عمر بن عبد العزيز من لم يصلحه الشرع فلا أصلحه الله، خذ الناس بالبينة والسنة، ومن لم يصلحه الشرع فلا أصلحه الله. فكانت كلمة عظيمة، أمره أن يرجع إلى السنة وهي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والبينة إما شاهد عدل وإما شاهد ويمين، واليمين على من أنكر إذا لم يكن لدى المدعي بينة، وهكذا في سائر البينات إذا كان هذا في أمور الأموال شاهد ويمين أو شاهد عدل، وكذا في القتل وفي الحدود. إلا الزنا فإنه لابد فيه من أربعة شهود يشهدون على حد الزنا أنهم رأوا بأعينهم ونحو ذلك. فالشرع لابد أن يقام وفيه المصلحة، وأما أن يقال أن الناس لا يصلحهم إلا خلاف الشرع فوالله لن يصلحوا ولا يصلحهم إلا الشرع. ويتوهم من يتوهم أنه تحصل المفاسد بإقامة الشرع، كما قد يقول بعض الناس أننا لو طبقنا الشرع على طفعت أيدي معظم الناس ولا رجم معظم الناس، وكل هذا من الباطل والله. فإن إقامة الحد على بعض قليل جدا يمنع الآخرين ويزجرهم حتى يرتدع الناس عن مقارفة الحدود والجرائم. ولذا لم يصلح الناس بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. نقول إذن ترك شرع الله عز وجل للمصالح الموهومة أمر محرم، لا بد
أن يقدم شرع الله وفيه الصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، قالها شعيب، وهي دعوة كل الأنبياء وحقيقة إرادة كل الأولياء يريدون الإصلاح. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، والشرع يراعي أحوال الناس ولا يهدرها ولا يهملها، ولكنه لا يعتبر المصالح الموهومة. وكثير من الناس إذا نهوا عن الفساد بمخالفة الشرع زعموا الصلاح، بل أكثرهم، بل لا تجد كافرا ولا منافقا إلا وهو يزعم الصلاح والإصلاح. فهذا فرعون رأس المفسدين، يزعم الإصلاح ويزعم أن موسى جاء بالفساد. فقال إني أبقى، وقال عز وجل عنه: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كانت المصلحة عند فرعون بقاء الملك وبقاء الطريقة التي يعيشون بها من عبادة غير الله، ومن إقامة عبادة الطواغيت وتعظيم فرعون ونظام فرعون. ويذهب كما قال السحرة وملأ فرعون: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. انظر، يقولون عن طريقة حياتهم الفظيعة التي فيها الظلم والعدوان والسخرة وقتل النفوس وانتهاك الحرمات، كل ذلك يقولون أنها طريقة مثلى لا أمثل منها، ليست صلاحا فقط بل هي الأصلح، بل هي الأمثل، بل هي الأعلى قدرا. وأن موسى وهارون يريدان إذهاب هذه الطريقة المثلى. عجب، يرى فرعون ذلك صلاحا، يرى هذه الطريقة الظالمة الفاسدة من أنه إذا قال أنا ربكم الأعلى لم يجد من يقول له اتق الله، لم يقل له أنت عبد مربوب. إذا قال ما علمت لكم من إله غيري صفقوا له وساروا في ركبه موافقين. يرى أن مخالفة ذلك فساد، وأن الصلاح هو ما هو عليه بل أصلح، والعياذ بالله. لذلك نقول لا اعتبار بهذا الظن الفاسد وهذه المصالح الموهومة. المصلحة في إقامة دين الله، ولذا وصف الله المنافقين في مخالفتهم للشرع وعدم تحاكمهم إليه بذلك. قال عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم بعدم إيمانهم وعدم التزامهم بالشرع مفسدون في الأرض، ومع ذلك يقولون إنما نحن مصلحون. وكما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. انظر كيف قالوا، قالوا إن أردنا، أي بالنفاق، بإرادة التحاكم إلى الطاغوت وعدم التحاكم إلى شرع الله، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يريدون الإحسان بزعمهم. لذا نقول أن المصالح ليست ترد إلى أهواء البشر، فإن هناك مصالح ألغاها الشرع ولم يعتبرها، وإنما اعتبر المصالح التي عليها الأدلة العقلية والنقلية معا. وإنما يعرف الأمر بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعرف موافقتها للعقول السليمة. وأما أن يرد الناس إلى العقول المجردة فتتوهم أنواع من المصالح وهي في الحقيقة مفاسد، كما ذكرنا فيما أهدره الشرع من منافع الخمر والميسر، ومن مصلحة إقامة الظلم والفساد في الأرض بزعم أن ذلك هو الصلاح،
كما فعله فرعون وكما قاله المنافقون. لذلك نقول أن المصالح التي أهدرها الشر وإنما يعرف ذلك بأن ينص على خلافها، فلا يجوز لأحد أن يراعيها أو يعتبرها أو يصححها ويقول مصلحة الناس في ذلك، فإن هذا وهم لا يجوز اعتباره. وإنما المصالح المعتبرة ما كان من إقامة دين الله، إما بالنص عليها وإما بالقياس أو الإشارة إلى جنسها أو النص على جنسها كما يقولها أهل العلم، فهي إما مصالح مقررة معتبرة إجماعا أو مصالح مرسلة قد يكون في بعضها بعض الاجتهاد بين أهل العلم ومرد ذلك إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة دون توهم أنواع من المصالح التي هي تضر الناس وتفسد عليهم حياتهم. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل بلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فلما كان الإصلاح هو في التزام شرع الله عز وجل، كان كل من يدعي أنه يريد الإصلاح ولا يقيم الشرع ولا يدعو إلى نصرة هذا الدين وإقامته في الناس كان كاذبا. لا يصح أن يقبل قوله ولا أن يعانى على مراده إلا أن يريد الإصلاح بشرع الله عز وجل. لا يغرن أحدا أن يقول إنسان أنه يريد الإصلاح دون شرع الله عز وجل، ودون أن يظهر ويبطن كذلك أن شرع الله هو الواجب التنفيذ والإقامة في الأرض، بهذا تصلح الدنيا والآخرة. ولكن لا بد مع ذلك من أن يعلم الإنسان أنه لن يوفق لإصابة الشرع ولتحقيق الإصلاح إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى، وإنه لا توفيق إلا بيده عز وجل، فإن العبد لا يملك أمر نفسه ولا غيره، وإنما جعل الله له قدرة وإرادة كسبب من أسباب ولود الفعل، وجعل له العقل والإدراك ليبحث بهما عن الوصول إلى شرع الله. لكن الهداية إلى الشرع منوطة بإرادة الله ومشيئته، فلا بد للعبد أن يكون مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال شعيب عليه السلام بعد أن بين إرادته في الإصلاح: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، قال: وما توفيقي إلا بالله. فالعبد لابد أن يستحضر أن الله عز وجل هو الذي يوفق، وأنه هو الذي يعين، وأنه سبحانه وتعالى الذي يهدي إلى صراط مستقيم، وأنه سبحانه وتعالى مقلب القلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وقال: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. لذلك العبد يحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى دائما في أن يريه الحق حقا. فقد رأى الناس الفساد صلاحا، ورأوا الصلاح فسادا، رأوا النفاق إصلاحا، ورأوا الإيمان إفسادا، رأوا الإيمان تفاهة، ورأوا الكفر والنفاق عقلا، كما قال عز وجل عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. رأى الناس الظلم عدلا، ورأوا العدل ظلما، رأوا أنواعا من المفاسد رأوها صالحة سائغة والعياذ بالله. لذا يحتاج العبد إلى أن يوفقه الله أن يرى الحق حقا، ثم يحتاج إلى أن يرزقه الله عز وجل إرادته وحبه. فإن كثيرا من الناس قد يرون الحق
ومع ذلك يكرهونه ويبغضونه. وما أكثر ذلك، والله إنه الأمر العجب. ترى به تقليب القلوب، ترى به أن قلوب العباد ليست بأيديهم. خذلان أن يرى الإنسان الحق كالشمس ويعرف الحق كما يعرف ابنه ومع ذلك يبغضه ويعاديه. فهؤلاء اليهود كما وصف الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول المنتظر وأنه خاتم النبيين كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يأتي حيي بن أخطب إلى يخاطب أخاه عم صفية، وصفية رضي الله عنها كانت تسمع، فيقول حيي يسأله أخوه أهو هو عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هو والله هو، هو والله أي الذي يذكر في التوراة. فيقول فما تصنع؟ فيقول أعاديه ما حييت. فسبحان الله، قلب قلوبهم على كراهية الحق. وكم من أناس يعلمون صدق ما عليه أهل الإسلام وأهل الالتزام ومع ذلك يبغضون ذلك ولا يطيقون مظاهره فضلا عن حقيقته، كما قال سبحانه وتعالى عن المشركين فيما يعتقدونه في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قال عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجدون أنفسهم مضطرين إلى تصديقه، لم يجربوا عليه كذبا قط، لم يزالوا يقولون كانوا ولم يزالوا يقولون عليه الصادق الأمين، لا يملكون أن يكذبوه، ما عرفوا عنه كذبا قط، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فترى أكثر أهل الباطل يعرفون أن أهل الحق على الحق ومع ذلك يبغضون الحق ويبغضون أهله، وربما حاولوا تشويه الصورة ثم بعد ذلك يصدقونها، وهذا حال كل الكفرة والمنافقين. فإن بداية الأمر أن يظهر لهم الحق مع أنفسهم، ولكنهم يكذبون به ولكنهم يبغضونه، وهم يعرفون في أنفسهم أنه الحق، فيقلب الله قلوبهم حتى تراه بعد حين باطلا، مع أنها كانت تراه حقا. ومنهم من يظل إلى النهاية يراه حقا ثم يبغضه. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أول ما ظهر لهم الحق لم يؤمنوا، فقلب الله قلوبهم على التكذيب. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، سلك الكفر والتكذيب في قلوبهم لأنهم لم يؤمنوا أول ما ظهر لهم. فهكذا يحتاج الإنسان إلى التوفيق إلى أن يريد الحق ويحبه. كم من إنسان يعرف الحق ولكنه يبغضه ولا يحبه، وكم من إنسان ضعيف الإرادة يحبه ولكن لا إرادة له في فعله، يتمنى أمانية كاذبة، يتمنى أن يكون ملتزما، يتمنى أن يكون مصليا، يتمنى أن يكون مطيعا، لكنه العجز والكسل، يتكاسل عن طلب العلم وعن العمل به وعن الدعوة إلى الله عز وجل، وهو يتمنى في نفسه ويسوف دائما كالعاصي المسوف الذي يقول أتوب غدا. فهو يحب أن يكون على الخير ولكنه لا يريد ذلك الخير لأنه لم يوفق لإرادته الإرادة الجازمة والعزم الصادق، وهذا على خطر، فإنها مراتب. بعد حين سوف ينقلب حبه للحق بغضا، أو على الأقل أن يشرب حب الباطل في قلبه، فهذا خذلان من الله عز وجل، لأنه أهل مرات وأعرض في كل هذه المرات، أعد للقرب من الله عز وجل وظل يتكاسل عن ذلك حتى أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهنا والعياذ بالله يكون حاله كحال الكلب. قال عز وجل واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
يوشك أن تنقلب محبته للحق وإرادته للالتزام، تنقلب ضدا لذلك من بغضا للحق وعدم إرادة له. ثم يحتاج العبد إلى أن يوفق بالله سبحانه وتعالى من الله عز وجل التوفيق إلى أن يعمل بالحق، بعد أن يعرفه على وجه التفصيل بعد الإجمال، وبعد أن يحبه يريده، وبعد أن يريده يفعله ويوفق له. فكم من عوائق تعوق الإنسان، فإذا تم العمل للإنسان وأعانه الله عز وجل بكل ذلك فهو يحتاج إلى المحافظة على ذلك والاستمرار عليه دون ناقض لهذا العمل من بعد أن يعمله. فهناك نواقض تحبط الأعمال، كما أن الشرك يحبط كل الأعمال المتقدمة، ورفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر من يسيء الأدب حين أسمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيرفع صوته في معارضته برأيه أو قياسه أو تقليده، نسأل الله العافية. فهذا مثل الذي رفع صوته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكذلك من المحبطات بعد العمل ترك عبادة من العبادات التي لا بد منها كالصلاة، فمن ترك صلاة فقد حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية صحيحة: من ترك صلاة فقد حبط عمله. وكذلك من أنواع المحبطات بعد العمل المن والأذى بالصدقة وبالعمل، كما أن الرياء محبط له قبله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قد يتم العمل على الإخلاص، وبعد أن يتم يمن الإنسان به، يمن بالصدقة على من تصدق عليه، أو يمن بالعلم على من علمه، أو يمن بالجاه على من استعمل جاهه في إيصال الحق إليه، أو يمن بطاعته على الناس ويقول: أنا الذي أستحق أن أعظم أو أقدم، أو كيف تبخسوني حقي وأنا المطيع الطاعة الفلانية، أنا على علم أو على عمل كذا أو على، وأنتم لستم تفعلون هذه الأفعال التي أفعلها. يمن بعمله الصالح فيراه كثيرا فيحبط هذا المن ذلك العمل. قال الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، وهو على أحد الوجوه في تفسيرها يشمل من يمن بعمله مستكثرا إياه. فهذا المن والأذى يحبط عمل الإنسان بعد أن يتم، كما يحبطه الرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالرياء محبط للعمل قبل العمل لأنه لم يتم على الإخلاص، والعبد يحتاج إلى توفيق الله في الإخلاص، لأن الشرك أخفى من دبيب النمل، فهو من إرادة الحق إرادة خالصة، فهو إرادة الحق إرادة خالصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فقال: الشرك أخفى من دبيب النمل. قالوا: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا كان الإنسان في حاجة إلى التوفيق حتى لا يحبط ذلك العمل، وحتى يظل عليه إلى الممات. فإن الأعمال بالخواتيم، وقد يكون الرجل على عمل صالح ثم تختم له بخاتمة سوء فيكون والعياذ بالله عمله على السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. وفي بعض الآثار: إن الرجل ليعمل العمل الصالح السنين ثم يدور في الوصية فيختم له بعمل أهل النار، ونعوذ بالله من عمل أهل النار. كل حاجة، كل لحظة في الإنسان من عمر الإنسان يحتاج فيها إلى توفيق،
لذا قال شعيب عليه السلام هذه الجملة الرائعة العظيمة التي تبين حال المؤمن في كونه يريد الإصلاح متوكلا على الله عز وجل. قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فهي تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. فإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت تحقيق إياك نعبد، وما توفيقي إلا بالله تحقيق وإياك نستعين. فحاجتنا إلى إياك نعبد وإياك نستعين على مر الأنفاس، على مر لحظات عمر الإنسان، ولذا وجب تكريرها كل يوم 17 مرة لتستقر في قلب المؤمن، فضلا عن الزيادة في النوافل. ولا بد أن تقولها صادقة، لا أن يقولها اللسان مع غيبوبة القلب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما تقدم منها وما تأخر، صغيرها وكبيرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع للدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، توفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ولي أمور الأمة خيارها ولا تولي أمور ما شرارها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وأخير الصالحين.